السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغارب نيوز مباشرة معكم من منزل يقبع في الفقر، دوار يقبع في الفقر، في حي أو في مكان يقبع في الفقر. دوار البرادعة، مدينة المحمدية، حيث كتواجد عائشة. عائشة اللي حالة غريبة، حالة اللي استغربنا من اللي سمعنا الحالة ديالها، وهي أنها في عمرها 27 سنة. هاد 27 سنة اللي في العمر ديالها دوز فيها 14 سنة بدون أكل، ما كتاكلش. غتسولوني غتقولي شنو هي ماكلتها؟ ماكلتها هذوك المواد سائلة، حليب، شي حاجة من هذوك المصبرات اللي هي جارية. الأم ديالها وحنا كنتحدثوا معاها كتقول لينا على أنها كتاخذ لي هذيك الحسوه اللي كنقولوا حنا حسوه، هذيك السميده اللي كدار الحلوى ولا اللي كدار مثلا سميد كتشدها وكطيبها ليها وكطحنها، يعني كتولي جاريه عاد توكلها ليها. حاله غريبه بالفعل هاد الفتاه هذه اللي في عمرها 27 سنه، يعني الا قلنا 14 سنه منقطعه عن الاكل او لا تحبس عليها الاكل لسبب ما، لحد الساعه حتى الطب ربما عجز أمام، ماشي أمام الحالة وإنما أمام الفقر اللي كيعيشوه والديها. باها حارس ديال سيارات، الأم لا حول لها ولا قوة، المعين الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. أكثر من هذا، وهي من كيتعطاها في السبيطار ديال المخزن، كيتعطاها تحاليل اللي لا تطاق، 19000 ريال، 38000 ريال، 40000 ريال، تحاليل. وهي مشات للسبيطار ديال المخزن، غيقول علاش ما عندهاش الراميد؟ ربما أقصيت مما يسمى بالراميد، لكن الحالة هي أهم ما يمكننا أن ننظر إليه. وهي الحالة ديال عائشة. عائشة 14 سنة وهي ما كتهبطش النعمة بحال سائر الخلق. إذا كان حشنا وحش المستمعين دابة وكتهبط الماكلة، بشر ما كيهبطش الماكلة، وإنما كتشرب سوائل باش تقدر تكمل وتعيش. مشاو ليها السنان، مشات الصحة، مشات الدراسة، مشات الحياة ديالها تقريبا بأكملها من أجل هاد الحالة اللي هي كتعيشها. فعلا حالة غريبة. حاولنا باش نهضروا مع عائشة، فعلا هضرنا معها، ولكن جاتها واحد الحالة هستيرية، ربما هي كريز كتجيها، كتولي كتبكي وكتخنق وخصها واحد المدة على بال ما ترجع. غادي نحاولوا واش نقدروا نتوصلوا لشي حاجة تخرج من عندها. إلى ما توصلناش غادي نشوفوا الأب ديالها والأم ديالها يحكيوا لينا هاد الحالة هذه اللي كتعيشها عائشة. اليوم حنا كنسجلوا مع عائشة ماشي على قبل تسجيل حالة ديال الفقر أو لا، هذه حالة إنسانية طبية. هاد الناس هادو ملي كنا كنهضروا معاهم ما طلبوا حتى شي حاجة غريبة، قالك أودي حنا غير قبح الله والفقر ما عندناش. ورغم ذلك درقنا وجهنا وخرجنا للإعلام باش نهضروا على المسألة ديال أننا ما عندناش. شنو اللي ما عندهمش؟ ما عندهمش فلوس الدواء، ما عندهمش فلوس تحاليل والراديوات والسكانيرات. النداء غادي نوجهنا الأول المحسنين اللي يقدروا أنه يتكفلوا بعائشة في الملف الطبي فقط، وليس في الحالة ديال الاجتماعية المعيش، الحالة الطبية فقط، الملف الطبي. يعني بالنسبة للمحسنين جزاكم الله بخير، ماشي المقصود أنها غتغتاني، وإنما المقصود أنها غتنقض. وحنا باقي لحد الساعة مجروحين من قصة ريان اللي تخنق وسط حفرة. كنا كنفكروا كيفاش كان كياكل، ها ريان آخر هنا بلا حفرة في أرض الله الواسعة، ولكن ما كيهبط والو في الجوف ديالو. عائشة حالة ليس لها فرق أو بينها وبين ريان فرق. ريان طاح في بير رحمه الله وأكرم متواه. عائشة واش غنتسناو تا نبداو نحفروا الجبال باش نعتقوا هاد الناس؟ عائشة بلا ما نحفروا الجبال، نحفروا في قلوبنا، شوفوا الرحمة فين كاينة. عائشة محتاجة المحسنين اللي غيتبناو الملف الطبي فقط، ما تبنى حتى شي حاجة أخرى، الملف الطبي. ما غاديش نطول على السادة المشاهدين،
ونتمنى على ان الصوت يكون وصل والجرح ديال الريان ما يعاودش يتكرر في ابناء الشعب المغربي. غادي نوجهوا الكلمه للاب اللي غادي يعطينا سميتو وشنو هي نوع المعاناه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمي يا شريف. سميتي محمد خويل. محمد الخويل الحامل الحامل بطاقه التعريف. لا بلاش ما محتاجينش البطاقه. نعم محمد محمد الخويل. سيدي محمد. نعم سيدي. العمل ديالك اليومي شنو هو؟ عمل ديالي قدام واحد لابونك هنايا كحارس سيارات، عاطي كاري واحد شي متر تما تقريبا ماشي بزاف، كنخلص عليها 100 200 قلت 3000 ريال تقريبا لا سومين. كاين الاحيان اللي غير كان هذوك الفلوس اللي كنجمع يلا كيجوني مقادين مع خلاص باركين شيط ليا كاع ديك 100 درهم 150 200 درهم ما كتكفينيش حتى في العيش وحتى غداك منعيش وداك الحليب اللي كنشري ليه يوميا. دابا فكرتيني في القضيه ديال المنعيش والحليب، هادو كيطلبوا شويه ديال المصاريف، لان ملي كنديروا قويميله وكنحطوا فيها شويه ديال البطاطا شويه ديال البصله شويه ديال المطيشه التوابل، ما نفكروش في اللحم، حنا اللحم عندنا ما نديروا به، حنا غير باش ندوزوا داك الشديق ديال الخبز. يعني واحد 1000 فرانك كافيه انا، ولكن 1000 فرانك بالنسبه ليها هي واش فطور ولا غدا ولا عشاء ولا كسكروط ولا شنو هو؟ شحال كتقام عليك هاد البنيه هادي في الماكله؟ تقريبا خصني ليها على الاقل 100 درهم يوميا ولا 100 درهم تقريبا يوميا، هادي الا بغيتها تشبع. خاصها تجيب لي واحد خمسه ديال المنعشات، واحد جوج شطر ديال الحليب تحطهم لي هكات، تفطر منهم تغدى منهم، فهمتي بزاف يعني كانت لا اله الا الله وصافي. داكشي اللي داكشي اللي كنصور ما كافينيش معاه. لا حول ما كافينيش معاه صراحه، ما كافينيش معاه. دابا انا كنبلغ من العمر 67 سنه. اجي الحاجه حدانا هنا جينا. 67 عام دابا انا في عمري. يعني حتى ديك لا سونتي اللي كانت ما بقاش يعني. زعما عندك لا لانتريت لا والو؟ لا والو، قلت لك 25 عام سيرفيس ميليتار، كنت في لازونسيد خدمت في اداره وكذا، واحد الكوماندار دار معايا سكار وداك الشيء. واخا هذه قصه اخرى نطرقوا لها من بعد ان شاء الله. حنا دابا في موضوع ديال عائشه. موضوع عائشه. سيدي محمد. نعم. عائشه. نعم. بنيتك تزادت قدامك، شتيها في الصغر ديالها كيفاش كانت عايشه، كيفاش تربات قدامك، كيفاش حتى وصلت 13 سنه، نهضروا على حد 13 سنه، احكي لنا 13 سنه فقط. 13 سنه كانت كتاكل الدريه مزيان، اول المطاف كان وقع لها بحال سميتو قبط، يعني قبط. قبط. جيت للسبيطار مولاي عبد الله، عاود دكوا لها شي براوات تكشي تحيد منا ذاك القبط، ياك؟ من بعد ثاني جا كلاس جا تاني قبط شويه كتقول لك كضرني با هنا فهمتي، تينا ما خلينا فين جرينا بها، تيقول لك لا ديتها تل بن سليمان، واحد السيد نيت كان معايا في ميليتار وجا عندي وقال لي مالك، قلت له داش كاين شكون، قال لي كنعرف واحد الدكتور في بن سليمان بلا داعي الاسم ديالو، دار تما قال لي دا عنده شي حاجه هنا في الحلقه ديالها هنا شي حاجه في القرجومه شاف ليها بشي عيب داك واحد لاتيت هذا في التلفازه وداك الشيء، قال لي عندها شي حاجه هنايا حمراء فهمتي. جينا رجعنا عاوتاني بقات كيما القاعده غادي عايشه غير بهذا السيستم اللي قلت لك انا، غير بسوائل عايشه غير بالحليب وهذا منعش وكدير لها ما شويه الصوبه. دابا حنا قلنا غادي نهضروا على 13 سنه الاولى. 13 سنه الاولى يعني كانت البنت كبيره، كانت عايشه عايشه بطريقه عاديه. كتاكل مزيان، كتاكل معكم في الطابله، تاكل في الطابله، تغدى تعشى عادي. كانت كتاكل معنا عاديه زعما بحالنا بحال هكا. كنا الى اي تفصيل الى بغى يكمل تقول لك صاو حبسوا كل شيء. كانت كتاكل تبارك الله عليها. ومن بعد وقع لها هذا الشيء. واخا من بعد هذه الحاله هذه. نعم. قلتي لي 14 سنه وانت عايش مع بنتك بمنعيش سوائل، نهضروا غير سوائل، كتعيش بسوائل. مشاو السنان. مشاو السنان. ضعفت. ضعفت. كتبان لي حتى الكرش ديالها بحال دايره شي كوره منفوخه. عندها واحد الدراع حتى هو بحال مهرس بحال. عندها فراكتير. يعني هادو كاع كلهم ستين فراكتير. فراكتير. العظم. العظام عندها ولات عندها هشاشه العظام. عندها هشاشه. لا اله الا الله. عاود لي شفنا الوراق، شفنا كل شيء، شفنا كل شيء وشفنا الحاله كيفاش دايره. سيدي محمد. نعم استاذ. 14 سنه ما كتاكل ما كتشرب. نعم.
لأن متأثر أنا. كيفاش الكبدة عندك؟ أنا ما عنديش كبدة، قلت لك أنا مأثر واحد التأثير صعيب يعني ما لا لا إله إلا محمد رسول الله، ما عرفت من ندير أنا. حرتي. حرس راه ما عرفتش من. من الفقر والحاجة. وما خليت شباب اللي ما تقيش. المرض والفقر ما ملاقينش. وكتب اكو كان بنادم كون قتلته انا هذا الفقر هذا على الشيء اللي وقع لي. انا قلت لك راه لا اله الا الله محمد رسول الله، انا بنفسي راني مريض، انا دافعت على هذه الارض. هاد هاد هاد, هاد المرض ديال بنتك عائشه اثر عليك انت؟ اثر علي ثانيا. قلت لك انا قلت راني حكيت لك المشكل اللي وقع لي، راه قلت لك راه دافعت على هذه الارض وعاش الملك، وكنحب ملكي وكنحب بلادي وكنحب الشعب المغربي، كنموت على بلادي، نزرت عليها القرطاس بنت البلاد، وما كناقضش درهم رمزي هو الاخر ما كناقضوش، وبنتي كتموت قدام عينيا موت بطيء. انا عيت من الضوء، كنمشي قدام بنك كنشطب كنلقط كويعطات وهادي، واحد الزايده كنسقيها مره مره مره، دوك المسؤولين ديال الجرده مره كيجي يخلصك مره ما يجيش، كيعطيك 100 درهم في الشهر. اش غادي دير معاه؟ كاين بنادم اللي كتوقف عليه مع الاسف الشديد، انني واخا هكا حارس سيارات يعني قانوني، وما كاينش اللي يتسوق لك، قليل فاش كتلاقى مع شي انسان ود الناس اللي كيقدر يدور معاك 50 درهم. لا شوف حنا باش نكونوا واضحين، خوتنا المغاربه حنان، حنان خوتنا المغاربه ملي كيتحرق. شوف تفرجتي معنا با محمد القصة ديال الريان الله يرحمه؟ تفرجت. شفتيه معانا؟ شفتيه. تعاطف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تعاطف ديال العالم بأسره، حاشا ولله وشهد عائشة هذه ما غنلقاوش اللي غيتعاطف معاها، ولو في الملف الطبي. كنوب على با محمد لأنه تأثر، كنوب على با محمد لأنه يعني ظروف اللي عاشها وهو صغير وصحيح، وكان كيدافع عن الوطن، كان من الجنود المرابطين في الحدود الوطن، وخرج كما قال هو ولو بدرهم رمزي، ولو بدرهم واحد رمزي ما لقاش. كيجي وكطيح له بنته في هذه الحاله، حاله المزريه اللي كتستدعي اننا نضامنوا كما ضامنا في القصه ديال الشهيد ريان. ما عرفتش واش نقدروا نتكلموا مع عائشه او ربما خلوها ترتاح، لان عانت الامرين من قبيله وهي كتبكي، من قبيله وهي في واحد الحاله. لا خليها با محمد، خليها ما غاديش نتصنتوا لها. انتم فيكم الخير والبركه. انا كنطالب من السيد وزير الصحه يشوف من حالي ويساعدوني، ولو يتكلف بها هو شخصيا. انا هاد البنيه عزيزه عليا، راه بسببها انا تقاطعت على الخدمه ديالي، مشات ليا بسبب هاد البنيات. انا كنطالب من المحسنين، وكنطالب بذوي القلوب الرحيمه يشوفوا من حالي. انا شوف كيفاش كنت في الجيش، وانا كنطالب وكنطلب من الله، وكنطلب من جلاله الملك يساعدني. انا ما باغي لا فلوس لا والو، انا نمشي نجيب اي درهم اي حاجه كنلقطها ونجيبها نوكل عليهم. ولكن هاد البنيه بغيتها تعيش، بغيتها تعيش حياتها هي وتعيش وتحس بان راه كاينين الناس واقفين معاها. كاينين خوتنا المغاربه اللي كيعاونوا الناس، وهادشي اللي كنطلب. كاينين خوتنا المغاربه اللي عندهم الشيء الكثير يقدموه لخوتهم المغاربه. هادشي اللي الصوره ديال با محمد ملي كان كيخدم الوطن، الصورة ديال با محمد ملي كان مضحي بحياته من أجل الوطن، الصورة ديال با محمد ملي كان باقي قادر أنه يدافع عن الوطن وأنه يعطي الوطن الغالي والنفيس. للأسف الشديد الصحة ما كتبقاش، والزمان كيبدل والدنيا دوارة. لالا عائشة فاقت ولا باقا ناسا؟ شي كلمة صافي خليوها. لا الا كانت ما قادراش لا نخليو عائشه ترتاح. عائشه قولي شو القيمه باش تكمل. قولي يا بنتي، قولي لي شي كلمه باش يختم. قولي يا بنتي عائشه، قولي عائشه خليها شويه. عائشه لا ما صافي خليوها ترتاح. غادي نخليوها ترتاح لان ما نبغوش نديروا لها مضاعفات اكثر من هادشي اللي هي عايشه فيه، واكثر من هاد الحاله اللي هي كتعيش فيها. نتمنوا من الله فعلا، صادقين بقلوب صادقه بايماننا بالله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه،
على ان مسؤولين يكونوا واعيين على اننا ما عندناش ريان واحد الله يرحمه، عندنا رياناتهم. نتمنوا كما كاين ريان كاين عائشه، وكما كاين عائشه كاينين عائشات اخرين كنعيشوا معاهم المآسي والقساوة الحياة والفقر المقدع. غادي نتوجب الكلمة للأم، الأم اللي الكبدة ديالها راها جرحت تشرقت تمزقت وقلت تحرقت على بنتها على كبيتها اللي كانت كتمناها 27 عام كرها والدة وليداتها، 27 عام كرها كتربي في الأحفاد ديالها، ولكن للأسف الشديد أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحاجة السلام عليكم. السمية غير خليها ناشي فاطمة، اسم فاطمة. آه. واد البنية وانت هادي مأثرة فيك بزاف؟ مأثرة بيا بزاف كاع، ما كنقدش نبكي قدامها، كنخرج برا وكنبكي. لا حول ولا قوة، كنخرج برا وكنبكي. علاش حيت أي باب كنوقف فيه ما كيتحلش في وجهي كاع، أي واحد عطيته والله محلول. الحمد لله الحمد لله. اي واحد كيقول لك راه صبري وما عطيهم لي، من صور وما عطيهم لي، ما يمشي هو يرد لي هادو ويشد هو التصاور ويشد بهم. ربما الظروف ديما ديما حنا كنلمسوا العذر لخوتنا، خوتنا المغاربه راه ما يفوتوش. امي فاطمه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا كنطلب من امي فاطمه، عندي معك شي اسئله اللي هي يعني شويه غتردك شويه اللور، كنت سولت با محمد عليها ونعاود نسولك حتى انت. عائشه ملي تزادت عاودي لينا عائشه، نفرحوا شي شويه معكم. ملي تزادت عائشه وملي تزادت كانت عاديه كتقرا كل شيء، ما لا حتى لا سنه حتى لا 14 عاد حبست. انا كنت ندي لها شكارة من هنا حتى المغرب العربي حتى لهنا في لاكولين، ندي لها شكارة يوميا حتى وصلت للتاسعه صافي ما تلاتش قد كانت عائشة كانت كتاكل عادي النهار، تاكل كلشي تاكل بطاطا هي الاخرى اللي سلقناهم عسناها، خاصها تقول لك طبسيله راهو ليا انا صافي حبست امو خلينا انا ناكل بريت، خاصها تجي تضربو كامل. امي فاطمه حنا كنقولوا دائما البنت قريبه لامها. واش يعني ما عاودتلكش ما حكتلكش نطرى ليها شي عقده نفسيه شي حاجه؟ لا 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 والو، هي سبب عاد الشيء ديال هذا. قبل ما يوقع لها هذا الشيء ما تشكاتش من شي حاجه في الدار ديالها؟ لا، وهذاك القبط هو اللي كان داير ليها هكا صافي، ملي فات القبط ولات صافي تبعت هاد الشيء، ملي ولات كتاكل كيوحى لها هنا مره كيوحى لها هنايا تسد، ولات كتخاف منها يوحى لها هكا. كتخنق كتخنق كثر من هكا، كنغوتو كثر من 100 خطر كنغوتو على لابيلانس، مره مع الجوج مره مع 12 مره مع 3 مره مع 4 كل مره، ومعاش كتخنق لينا كنديوها. كان الخطا اللي كنخلصو كان الخطا انا ملي عندي الرامي وليت كندي معايا الرامي. عندك الرامي دا؟ عندي الرامي ديالها، عندي كانت دايره معايا ملي دار لحقت هي العشان دارت لها الرامي بوحدها. واخا والرامي ديالها واش ما كينفعهاش في هادشي هذا؟ ما مشيت المولى عبد الله تعيد قالوا لي ما كايناش، قال لي ما كاينش كاع الراديو تما. هذا نداء موجه الى الناس المسؤولين. ما معنى كلمه الراميد والبنت كتوفى قدامنا؟ ما معنى كلمه الراميد وما معنى كلمة التغطية الصحية؟ وحنا عندنا عدد من عائشة ومن معاها، عائشة ومن معاها كيعانيو معاناة خطيرة، معاناة أنها ما قدرش تدوز الماكلة باش تقوت. كما قلنا خسر كالسيوم، خسر فيتامينات، خسر بزاف الحوايج، فين كتجيبهم؟ كتجيبهم ديك الماكلة اللي كتاكل، سنينات مشاو ما عندهاش كالسيوم. شوية غادي يمشيو الضفيرات، مشاو العظام، الدراع ديالها بحال مهرس، كتف من عند كتف مساوي الكتف بحال مهرس، كرشها منفوخة بسبب هاد الجوع اللي كتعاني فيه. نرجعو لأمي فاطمة ونسولوها ملي بنتها تصابت بهذا المرض، بهاد الحالة، مازال ما نقولش مرض ولا نشخصوه لأن الطب هو اللي كيشخص هاد الحالة. أمي فاطمة أش من وقيتها فاش شداتها؟ راه ملي بركات كاع من المدرسة 14 عام هادي في عمرها 27 عام 14 عام هادي وهي كتعاني، هي كتعاني بحال هكا. وانتم كتجاراو بها من السبيطار؟ من السبيطار السبيطار والو، من طبيب جا والو، جاو كاع عادوا صحاب الانتخابات وطلبتو هنايا، قلت له انا ما تعطينيش ادير، قال لي واخا عانشد البلاصة. ملي مشيت عندهم ما عقلش عليا نهائيا،
قال لي ما كاينش، هو كاين تما قال لي ما كاينش. مشيت عند هذاك الطاهر قال لي لا شوف بدون ذيك الاسماء. مشيت عندو قال لي راه مول الكتبية صور بدون ذكر الاسماء. لالا فاطمة الله يجازيك بخير، مشيت عند واحد المحسن، مشيت عند واحد الشخص ممكن بدون ذكر الاسماء. من ما شوف حيت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مي فاطمة بالنسبة لينا احنا شنو هو النداء ديالنا ولا شنو كتبغيو تطلبوا من السادة المشاهدين وكذلك من المحسنين ومن المسؤولين والقائمين على الشأن ديال البلاد؟ لأن ملي كنقولوا هاد البنت هادي عندها الرميد ديالها خاص بها وما نفعهاش، علاش حنا كنديروا هاد الرميد؟ علاش كنديروا هاد التغطية الصحية؟ شنو هو النداء ديالك أمي فاطمة؟ أنا باغا اللي يعالجها، ما باغا والو، بغيت على اللي يعالجها. أي مسؤول، أي طبيب، أي محسن، اي شي واحد من الشعب ديالنا راه كاع كيشوفوا عمل حال هاد الدريه يديروا بحال بنتهم. واش بغيتو يعطيوها الفلوس ولا يتكلفوا بها؟ لا يتكلفوا بها، يتكلفوا بها. انا ما يعطيونيش، ما بغاش الفلوس، يتكلف بها هو، يتكلف بها هو كل شيء. انا ما هو ولا هي لي اي مسلم، اي واحد يتكلف ليا بها، انا ما يعطينيش الفلوس، ما بغيتش فلوس، يتكلف بها هو يعالجها ليا. عاد تعود تاكل وتعود تشرب، هذا هو الفضل عاد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله يرحم ليهم الوالدين. عائشه بلاتي هذا التفيق ديما فكرة عطشه بنتي، هذا التفيق جيب ما جيب ما جيبوا لها تشرب، جيبوا لها تشرب، جيبوا لها تشرب باش ندوزوا الكلمه ديالها. كما سمعتوا الام كتعاني، الاب كيعاني، البنت كتقاسي وتعاني بسبب مرض ما عرفوش الاصل ديالو، لكن عندها اوراق، عندها اوراق فيها تحاليل، فيها راديوات، فيها بزاف د الحوايج. الاب مسكين ما فحالتوش، الام ما خداماش، السكنه براكه، هاد البراكه هادي جامعه ليهم الشمل ديالهم كتغطيهم من 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 قساوه الجو على برا، سواء في الحر او لا في البرد، لكن داخل هذه البراكه كاينه معاناه، معاناه لعائشه، معاناه الاب اللي مقهور على بنته، معاناه ديال الام اللي حتى هي كتقطع القلب ديالها، ما لقات ما دير لكبيتها، الكبيده ديالها كتمحن قدامها، ما كتاكل ما كتشرب. الله يسمح لنا من الوالدين، نشوفوا عائشة ناخذوا منها شي كلمة ولو أنها مسكينة القوة والصحة ما كايناش. عائشة أبنتي سميتك أبنتي عائشة؟ سميتك عائشة؟ عائشة. شنو عندك أبنتي؟ ما كتاكليش أبنتي؟ ما نقدرش ناكل. كتقدريش؟ كتخافي تاكلي توحلي؟ اصلا في ما كنبغي ناكل كتبحال لي وكنبقى مخنوقه. كتبقي مخنوقه؟ كتقدريش تنفسي؟ ما نقدرش. تفرجي في ريان الله يرحمه؟ بقى فيك حبيبي بزاف الله يرحمه. شفتي حالتك انت هي؟ شفتي الحاله ديال 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 ان ريان مخنوق وسط 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 البير، حتى انت انت مخنوقه في وسط الدار. ايه مقدرش تاكلي، مقدرش تشربي بحال الناس، مقدرش تخرجي تلعبي، مقدرش تمتعي بحوايج اللي بساط، مقدرش تمتعي بيهم. بحالاش الحوايج اللي بساط؟ بحالاش؟ نخرج نتمشى. كتقدريش تمشي؟ ما نقدرش. العظم ضعيف. كتشهي شي حاجة كديري لها بنتي؟ كتشهي الماكلة، كتبدي الحوايج، ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله بنتي، مزيان ملي كتقولي الحمد لله، مزيانه بنتي ديما قولي الحمد لله. متدينه الحمد لله. الحمد لله، هذا افضل من الله سبحانه وتعالى، هذا ابتلاء من الله بنتي. انا ابتلاء من الله، الحمد لله، وكنت حمد الله كل ساعه، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ملي كتشوفي الدراري كياكلوا وكيشربوا بنتي حتى انت كتشهي تاكل؟ انا تنتمنى ناكل. لا حول ولا 14 عام بنتي وانتي بحال الحالة هادي. 14 سنة، نهار بنهار وشهر بشهر وساعة بساعة وانا في هاد الحالة. عارفة بلي راه ميمتك مسكينة محروقة عليك. حاسة بيهم، حاسة. وباك مسكين حتى هو.
السلام. ما يسمح لي منه. امين ابنتي امين امين. انت امتي ما عليك والو، انت هادشي يقدروا عليك الله ومحسوب عليك هذا من القدر. قولي يا بنتي يا عائشه، النداء ديالك الطلب ديالك شنو كطلبي؟ كنطلب واش هاد الفيديو يوصل لوزير الصحه ويتكلف بيا، هادشي اللي كنتمنى. بغيت غير نصح، بغيت غير نصح يا رب يا ربي. شوفوا شوفوا هذا يكون قلبه راه ما عارف، المغاربه قلوبهم رحيم وكيحسوا بالضعيف. لا حول. انا بغيت غير نصح، شوفوا ليا بعين الرحمن، انا بغيت غير نصح. بغيت حتى حاجه اخرى والله، ما بغيت حتى حاجه اخرى من غير انني نتعالج. بارك عليك بنتي، بارك الله فيك. تعالج تحيه بحال كبيره. اعزائنا المشاهدين، مسؤولين سيد وزير الصحة، كل من له صلاحية في هذه البلاد على أنه ممكن يعتق واحد الروح، نقوله ما سمعتيش ما شفتيش، لكن دابا الحجة والبيان عليكم، سمعتو شفتو نداء السيد وزير الصحة على أنه يلتفت لهذه الطبقة الهشة، الطبقة التي تقبع تحت خط الفقر، براكة، حالة ضعيفة، خدمة والو، ظروف الجائحة، وكذلك المرض. تخيلوا معايا الفقر وظروف الجائحة والمرض، يعني هادو إلى تجمعوا عليك يهدوا جبل. نتمنوا على أن الرسالة تكون وصلت، ونتمنوا على أن فعلا با محمد مي فاطمة عائشة يكونوا الأولوية السابقة والسباقة إلى التخلص من هاد الحالة هادي. نتمناو على ان شي واحد من المحسنين ياخذ الملف الطبي ديال عائشه بنت امي فاطمه وبا محمد. والى هنا اقول لكم، صوتكم هو صوتنا، صوت الشعب هو صوت مغارب نيوز. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.